अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 10 मुहर्रम अल हराम यौम आशूरा का दिन है। इस दिन दुआ आशूरा पढ़ी जाती है, जिसकी फजीलत बेशुमार है। दोस्तों, यौम आशूरा की नमाज़ पढ़ने फिर आप 2 रकात नफिल नमाज आशूरा की नियत से पढ़ सकते हैं, जिसका तरीक़ेकार ये है कि आप पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें, उसमें अलहमदसरी के बाद 50 बार सूरह इख़लास पढ़ें, या 15 बार या 3 बार। इन 3 तरीक़ों में से कोई भी एक तरीके से आप 2 रकात नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। उसके बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है, एक बार दुरूद इब्राहिम, और उसके बाद आशूरा की दुआ एक बार पढ़नी, और 7 बार जो दुआ पढ़ी जाएगी आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह इस्तेमाई तौर पे पढ़ी जाइए। चलिए आज की वीडियो शुरू कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतु व ला नौम, लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अय्दीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ व सिअ कुर्सियुहु समावाति व मा फिल अर्ध व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا فارز يا فارز كربي كربي جنوني جنوني يوم عاشوراء يوم عاشوراء، يا جامي يا جامي شامل شامل، يعقوب يعقوب يوم عاشوراء يوم عاشوراء، يا شامي يا شامي دعوتي دعوتي موسى موسى وهارونا وهارونا يوم عاشوراء يوم عاشوراء، يا مغيس يا مغيث إبراهيم إبراهيم من النار من النار يوم عاشوراء يوم عاشوراء، يا رافي يا رافي إدريس إدريس سمائي سمائي يوم عاشوراء يوم عاشوراء، يا مجيب يا مجيب دعوتي دعوتي صالحين صالحين فينا قتي يوم عاشوراء قتي يوم عاشوراء، يا ناصر يا ناصر سيدنا سيدنا محمد محمد صلى الله عليه عليه وسلم وسلم يوم عاشوراء يوم عاشوراء، يا رحمان يا رحمان دنيا دنيا والآخرة والآخرة، ورحيم 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 هما ورحيم هما، صل على سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى وعلى علي علي سيدنا سيدنا محمد محمد، وصلي وصلي على على جميل جميل انبياء انبياء والمرسلين والمرسلين، وقد حاجتنا وقد حاجتنا في الدنيا في الدنيا والآخرة والآخرة، واتل واتل عمرنا عمرنا في طاعتك في طاعتك، قوم حبتك حبتك ورديك ورديك، وأحيينا أحيينا حياتنا حياتنا طيبة طيبة، وتوفنا وتوفنا على الإيمان على الإيمان والإسلام والإسلام، برحمتك برحمتك يا أرحم يا أرحم الراحمين الراحمين. اللهم اللهم بإذلي بإذلي حسني حسني وأخيه وأمه وأمه وأبيه وجده وجده وبنيه وبنيه، وفرز وفرز أن أن ما نحن ما نحن فيه. پھر یہ دعا 7 بار پڑھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملء الميزان ملء الميزان ومنتحل ومنتحل علم علم ومبلغر ومبلغر رضا
وزینۃ الارسی لا ملجاء ولا منجاء من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ تامات کلہا نسألکس سلامت برحمتک یا ارحم الراحمین وہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم النصیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ولل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات و الدرجات الوجود و عدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ ملء المیزان و منتہى العلم و مبلغ الرضا وزینۃ العرش لا ملجاء ولا منجاء من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ تامات کلہا نسألکس سلامت برحمتک یا ارحم الراحمین وہو حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ ولا المومنات ولا المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الدرجات الوجود معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ ملء المیزان و منتہى العلم و مبلغ الرضا و زینۃ العرش لا ملجاء ولا منجاء من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد شفع والوتر وعدد کلمات اللہ تامات کلہا نسألکس سلامتی برحمتک یا ارحم الراحمین وحسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ ولا المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الدرجات الوجود وعدد معلومات اللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ ملء المیزان ومبلغ الرضا
وزينة العرش لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمة الله تامات كلها نسألك سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وحسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذرات الوجود معلومات الله الحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة الأرش لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وحسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد الذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين کتنی چار بار ہوئی نا پانچ ہاں واندا نہیں پانچ بار ہوئی نا سبحان اللہ سبحان اللہ ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد الذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا من جاء ولا من جاء من الله
الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ تامات کلہا نسألک سلامت برحمتک یا ارحم الراحمین وہو حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا وعلی آلہ وصحابہ ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین اللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير یا اللہ یا رحمان و یا رحیم اے مولا تو کریم آقا نامدار مدینہ کے تاجدار دونوں جہاں کے مالک و مختار سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل پنجتن پاک کے صدقے طفیل اے مولا کریم جو دعائیں عاشورہ ہم نے پڑھی ہے مولا کریم اس میں جو بھی خامی ہے غلطی ہیں الرجی سے ہو تیرے محبوب کے صدقے معاف فرما اے مولا کریم اس دعائیں عاشورہ کے صدقے اے مولا کریم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور تمام امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت فرما اے مولا تو کریم ہے تو رحیم ہے تو ستار ہے تو غفار ہے تو ستر ماں کی محبت رکھنے والا ہے میرے پاک پروردگار ہم گنہگار ہیں بدکار ہیں شیعہ کار ہیں اے مولا کریم جو کچھ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پڑھا ہے مولا کریم اس کو تیرے محبوب کے صدقے بارگاہ رسالت میں نظر کرتا ہوں قبول فرما اے مولا کریم تیرے محبوب کے صدقے تمام شہداء کرب و بلا والوں کی بارگاہ بےکس پناہ میں نظر کرتا ہوں مولا کریم قبول فرما یا رب کریم یا رب کریم تجھے تیری کریمی کا واسطہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ پنجتن پاک کے صدقے طفیل تمام امت محمدیہ کی تمام نیک جائز دعائیں تمنائیں قبول فرما اے مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا ہو جو نہ مانگ سکا وہ بھی عطا ہو اے مولا کریم مجھ کو اور میرے اہل عیال کو جو ہمارے حق میں بہتر ہے اور تمام امت محمدیہ کے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما خاتمہ فرما اسلام کا بول بالا عطا فرما اے مولا کریم اسلام کا بول بالا عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے مولا تو کریم مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا جو کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں مانگا ہے مولا کریم اس دعا کو قبول فرما ان اللہ ملائک صلونا علی النبی یا ایو الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جب دم واپسی ہو یا اللہ لبے لا الہ الا اللہ محمد تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں
ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھو سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھو سلام جس کا جنت سے گھوڑا منگایا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا جس کو تیروں سے چھلی کرایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھو سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھو سلام جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھو سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھو سلام کر چکا وہ ابھی اپنے حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھو سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا اے میرے مولا کے کے تارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد